فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الرأي في بعض الدعاة الذين لا يدعون أصحاب لا يدعون الناس إلى التوحيد، بل يدعون إلى حسن الخلق في أكثر دروسهم وخطبهم، ولو تكلموا في التوحيد فلا يحصل؟ هذه الدعوة لا تفيد شيئا، هذه مثل الجسم الميت اللي ما فيه رأس، الجسم لما يقطع رأسه ما يبقى فيه فائدة. فالذي الدعوة التي ليس فيها توحيد مثل الجسم المقطوع الرأس، تعب بلا فائدة. فرضنا أنه حسنت أخلاقه، صدق وأكثر من الصلوات والصدقات، لكن عنده شرك، كلها تمحى ولا تقبل، كلها تمحى أعماله. فاللي يصحح الأعمال هو التوحيد، والذي يبطلها هو الشرك. ما يجب أن يتنبهوا لهذا. دعوة بلا توحيد فلا دعوة، بل إن الدعوة بلا توحيد عدمها أحسن من وجودها، لأن تضلل الناس يظنون أنها حق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هي الرسل أول ما بدأوا بالتوحيد، أنت تخالف الرسل، تبي منهج غير منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ ما يمكن هذا. نعم.